عرفها لحضرتك؟ محمد فضلي. لا حضرتك، اولا بدايه بنهني شعب مصر العظيم بعيد الفطر المبارك، ثم بنهني نفسنا كمعتصمين ان احنا بنفرح وذلك بفضل الله علينا سبحانه وتعالى، ثم بنهني اهل ربعه بفضل الله سبحانه وتعالى فرحانين معانا النهارده. اهل ربعه حاجه عظيمه، اهل ربعه النهارده شاركوا معانا فرحه العيد، كلنا شاركنا فرحه العيد بفضل الله سبحانه وتعالى. تتخيل الاقبال دوت بتاع على الاطفال يعني في حقيقة يعني مش متخيل. احنا واحنا بنخطط للموضوع ده قلنا هيجي لنا 1002، لغايه النهارده ما يقرب من 10000 واحد زاروا المدينه، حاجه عظيمه جدا. لا لا طبعا هو مجاني تماما، مجاني تماما. اهالي المعتصمين عملوا الفكره، واهالي رابعه كملوا معاهم الفكره، علشان الناس بتقول عننا ان اهل رابعه مش عايزين نقعد في رابعه. لا، أهل رابعة عايزين نقف في رابعة، أهل رابعة متبرعين بالحاجات دي، متبرعين بالحاجات دي بالألعاب دي، والمعتصمين متبرعين بالألعاب دي. إذا الاثنين اتفقوا مع بعض إن هم يفرحوا النهارده، يفرحوا فعلا فرح حقيقي بالعيد الجميل، عيد الفطر المبارك.